مرموش، ايه رايكم بمستوى مرموش مع منتخب مصر؟ وشايفين المباريات الوديه اللي منتخب مصر بيلعبها مع النيجر ومع ليبيريا، هل ده اللي يليق بمنتخب مصر؟ وايه رايكم في مستوى مرموش مع المنتخب؟ هل هو الواو في كجناح يسار يضمن مكانه، ولا في لعيبه تانيه ممكن افضل وشفناها كتير؟ هو ده موضوع فيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله، عن مرموش ولا احمد رفعت ولا رمضان صبحي، مين المفروض يكون موجود في المكان دوت، ومين المفروض يحجز مكانه بمنتخب مصر. والفيديو اللي احنا هنلعب بكره مع ليبيريا، لان انا جالي تعليق من الاستاذ عبد الرحمن اللي اتشرفت بتعليقه جدا، قال ان المدرب لسه جديد ومن حقه يجرب، فالمنتخب النيجر يعني هو ده المنتخب المناسب لمدرب لسه جديد بيجرب. المهم نروح للانترو ونرجع لكم تاني. بعد ما رجعنا من الانترو يا جماعه، هنتكلم في موضوع مرموش. انا شايف مرموش يا جماعه كمحترف مش هو القوي، يعني مش هو اللعيب اللي تقدر تقول عليه يقدر يحجز المكان الجناح اليسار، لان المطلوب منه اكتر من كده. انت لعيب محترف ولعيب بتلعب في الدوري الالماني، المفروض عندك قوه بدنيه والتحامات وتصويب، وانك انت المكان ده غير انك تصنع، انك لازم تهدف. يعني انا ما بشوفوش بيصنع وما بشوفوش بيهدف، ما بشوفوش بالالتحامات القويه، ما بشوفوش ازاي هو ممكن شويه رقص، لكن كايجابيه ما فيش ان هو ممكن يصنع الفريق، لا مش موجود. ان هو لعيب تقدر تقول انه على الخط بيقدر يعمل فارق، لا انا ما شفتش، مع احترامي الشديد لمرموش، انه قوي جدا. يعني احنا مثلا لو بنشوف زيزو في اليمين، لا زيزو قوي جدا في اليمين ومؤثر جدا في اليمين، وعلى فكره زيزو لو راح في الشمال هيلعب احسن من مرموش، لان زيزو عنده الملكه انه ممكن يجري واحد واثنين ويرقص ويعدي، ولاعيب قوي ولاعيب بيقدر يحتفظ بالكره تحت ضغط، ده اللي مش عند مرموش. مرموش بحسه لعيب ضعيف وما عندوش المقدره انه يسد المكان ده. بس احنا عارفين ان محمد صلاح هو حاجز اليمين، والمدربين طبعا بتوعنا اللي بيجوا يدربوا المنتخب بيدوروا على اي مكان، المهم مفيش حد ينافس محمد صلاح ومفيش حد يقعد محمد صلاح. هو محمد صلاح لعيب كبير، ما لا خلاف على كده، لكن مش عيب ان محمد صلاح ممكن يقعد، ندي الفرصه لزيزو يبدا، ما كانش زيزو نطلعه وينزل صلاح والعكس. لكن انت مش عشان ما تزعلش حد تخلي كله الاثنين في الملعب، زي ما شفنا الماتش اللي فات، شفنا عمر جابر جنب مرموق جنب صلاح جنب زيزو في اليمين، وكان شكل مش حلو. انت وفي الشمال يا جماعه، انا شايف ان لعيب من اللعيبه الاقويه جدا في مصر، ولعيب حتى كان ظهر مع كروش وعمل مستوى مؤثر جدا، اللي هو احمد رفعت. لعيب كبير ولعيب ذو قدرات، ولعيب قد ايه بيحتفظ بالكره صح، وقد ايه لمسته الاخيره دايما عينه حلوه والباصه الاخيره بتاعته جميله، وقد ايه بينقل الملعب، وقد ايه حافظ الخط الشمال كجناح شمال، لعيب كبير، وامتى بيضم لجوه ورجله حلوه جدا في التصويبات. فاحمد رفعت لعيب كبير ولعيب مؤثر جدا جدا جدا، وشفناه قلنا في البطوله العربيه مع كروش، وقد ايه ادى اداء رائع جدا. فانا بسالكم انتوا، هل انتوا شايفين مرموش ولا احمد رفعت؟ ولو رمضان صبحي ياخد الفرصه يا جماعه، رمضان صبحي لعيب كبير ولعيب لسه صغير ولعيب عنده المقدره والقوه واللياقه البدنيه، ولعيب يعني محتاج يرجع الملعب ومحتاج نشوف من رمضان صبحي. فانا السؤال ليكم، هل انتم شايفين مين احسن لعيب المفروض لاعب في الجناح كجناح يسار، مرموش ولا احمد رفعت ولا رمضان صبحي؟ لان الثلاثه انا بقول، انا وجهه نظري رمضان لو فايق هيركب على اي حد بعد احمد رفعت، اخرهم مرموش. مش عارف هتتفقوا معايا ولا لا. احمد رفعت لعيب، انا عارف المشكله اللي عملها مع جنش وانه موقوف، وده هيتعاقب مع ناديه وهيتعاقب، لكن في الكوره اللي احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم على كوره. فانا شايف ان مرموش، لا مرموش محتاج يقعد، ما يبقاش هو الاساس على طول في منتخب مصر. مع احترامي الشديد مش قوي، مع احترامي الشديد مش شويط، مع احترامي الشديد ما بيقدرش يعني تحت ضغط، وتحت لما استحواذ تحت ضغط ازاي يرفع، ولعيب دايما بيلعب له، يعني ما بيلعبش للجماعه، دايما بتلاقي مرموش في حته انه برده هو اللي عايز يلعب لوحده وما بيبصش لحد، واذا كان هيبص هيبص لصلاح، غير كده ما فيش. لكن احمد رفعت لعيب ما عندوش الانا، لعيب بيلعب جماعي كويس جدا، ولعيب شويط ولعيب حريف ولعيب حافظ المكان، ولعيب كان مؤثر جدا. رمضان صبحي كلنا عارفينه اذا رجع لمستواه، ولعيب كبير جدا في الشمال، ولعيب مؤثر كمان على الجول، ولعيب تقيل. فانتوا ايه رايكم، رفعت ولا مرموش ولا رمضان صبحي؟ ده موضوعنا الاولاني، لان انا عندي على تحفظ على وجوده انه دايما بيبدا بمرموش. هو دايما المدربين الاجانب بيبصوا على المحترفين، وده شيء مش حلو. الدوري مش شرط انك انت محترف تكون حاجز مكانك اساسي في الملعب، بالعكس
الملعب للمقاتل القوي. احنا شفنا كريستيانو رونالدو يا جماعه في الماتش اللي فات يا جماعه نزيف لعيب، مع انه محترف، مع احترامنا تقول لي صلاح ولا غير صلاح، كريستيانو رونالدو لا يقارن بصلاح. كريستيانو رونالدو تاريخ مهما حصل، ومع ذلك بالالتحامات داخل خد له واحده من حارس المرمى نزف دم وموت نفسه عشان منتخب بلاده. فهي الفكره في كده، مش شرط انك انت عشان محترف انك لا انك انت لازم تكون مؤثر وقوي وبتقاتل عشان منتخب بلادك. تاني موضوعنا النهارده يا جماعه، اذا عجبك الموضوع الاولاني عايز اسمع تعليقاتك. تاني حاجه، هل انتوا شايفين التجارب ان انا اجيب منتخب انزل ارصه ضرب واقدر اعمل عليه شغل واكسب والناس تسقف وتهلل واعلام، ولا اجيب منتخب قوي اقدر اقيس قدراتي؟ ده اللي انا بقول عليه يا جماعه، احنا عايزين منتخبات قويه تقدر تلعبها. في نفس الماتش ده يا جماعه، بنفس اليوم ده هتشوف يا جماعه تونس والبرازيل، احنا مش اقل من المنتخبات دي. هات منتخب تشوف المحترفين صح تقدر تقيس قوتك، ما ينفعش تجيب تايسون قدام واحد وش لا، انت لازم تجيب قوتين عشان تقدر تقيس قوتك وتقدر تقول انا فرقتي تقيله. هو ده اللي انا اقصده، هو ده اللي انا اقصده، ان منتخب مصر هيلاعب منتخبات قويه، فانت لازم تقيس منتخبك على هذا لازم مستوى كبير انت تلعبه عشان تقدر تقيس مستواك وتقدر تقيم مستواك صح، اذا كنت فعلا انت كويس ولا انت ضعيف. فده موضوع حلقتنا النهارده، مش هنطول ان شاء الله، في فيديوهات جايه كتير هندخل على حل مباراه مصر وليبيريا والماتشات اللي جايه كلها والاحداث الدوليه والمباريات انديه، وطبعا كلها نجهز لفيفا قطر 2022 والمنتخبات، ومن المنتخبات اللي انت ترشحها بالفوز بكاس العالم، ومن اللعيبه اللي ممكن يكون مفاجات في كاس العالم. المهم اذا عجبك الفيديو لايك وشير كومنت والملعب.